إخفاء أمر قد فشى والباب والجدار والدماء شهود صدق ما بها خفى قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا فاندكت الجبال من حنينها أهكذا يصنع بابنة النبي حرصا على الملك فيا أتمنع المكروبة المقروحة عن البكاء خوفا من الفضيحة والله ينبغي لها تبكي دما ما دامت الأرض ودارت السماء لفقد عزها أبيها السائر ولاهتضامها وذل الحال لكن كسر الضلع ليس ينجبر إلا بصمصام عزيز مقتدر إذ رب تلك الأرض الزكية رزية ما مثلها رزية ما أجهل القوم فإن النار لا تطفئ نور الله جل وعلا فاحمرت العين وعين المعرفة تذرف بالدمع على تلك الصفة ولا يزيل حمرة العين سوى بيض السيوف يوم ينشر اللواء وللصياط رنة في مسمع الدهر فما أشجع والأثر الباقي كمثل الدملج في عضد الزهراء أقوى الحجج ومن سواد مثلها أسود الفضاء يا ساعد الله الإمام السيف في جنبيها أتى بكل